ده يا جماعة كافيه المتحف المصري زي ما حضراتكم شايفين كده، مفيش ولا بني آدم قاعد في الكافيه لأن أصلا الكافيه مقفول. أتخيل أنت الكافيه الوحيد اللي عند المتحف المصري مقفول. طب هما يعني الناس تيجي تقعد ازاي؟ طب الناس تيجي ليه؟ أنا يعني مش فاهم الناس دي بتفكر ازاي؟ يعني ايه الكافيه الوحيد اللي في المتحف المصري في ميدان التحرير يبقى مقفول بالشكل ده؟ وبعدين نزعل ونقول السياحة مش شغالة ومفيش سياح بيجوا لنا. طب ما انت يعني انت قمة الفشل اللي في الحياة، الكافيه الوحيد اللي عندك قافله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بس مفيش بني آدم، كل حاجة مقفولة. تعالى اوريكم التلاجات بتاعت البيبسي. ما شاء الله التلاجات شبه فاضية. ايه ده بقى؟ طيب